اسم المعادن جاسترولا اللي قلنا راح يختفي بها غشاء الأخصاب بنهايتها. عند تمام تكوين الأوريما راح تتكون مراحل جديدة من مراحل التكوين الجنيني هي الجاسترولا المعيدة من خلال عملية الجاسترليشن، ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي مرحلة تمايزية أولى اللي نسميها First Differentiation Phase، والتي يمكن فيها تحديد ثلاث أنواع من الخلايا المتمايزة عن بعضها البعض. الطبقة الخارجية نسميها الإكتودرم، الطبقة الوسطى نسميها ميزودرم، والطبقة الداخلية نسميها الإندودرم اللي هو الأديم الباطن. تختلف آلية تكوين المعيدة حسب نوع الحيوان. باب المياه تكون أقل تعقيد من الفقريات الأخرى. دراسة باب المياه لأن نعتبرها مدخل لفهم آلية التمعد في الحيوانات الأخرى. يبدأ تكوين المعيدة باب المياه بعد أن تتخذ خلايا القطب الحيواني تبدي تسطح من فوق. خلايا القطب الحيواني تبدي تسطح من الجهة العليا، خلايا القطب الخضري تبدي تسطح. بعدين شو تسوي؟ تنغمد إلى الداخل بحركة اللي هي invagination، يعني هاي خلايا القطب الخضري راح تبدي تسطح. بعدين تدخل كأنه شلون هيك إحنا بالونة ونخلي إيدنا بيها، راح تبدي تدخل إلى invagination، تبدي تنغمد. كل ما زادت هذه العملية راح ينقص التجويف، هذا اللي كان تجويف الأوريم الموجود بها وبالسائل المملي. نفس الوقت راح يظهر تجويف جديد نسميه تجويف المعيدي، نسميه gastrocele أو تجويف المعي البدائي نسميه arcturion، أو والمعي الابتدائي نسميه primitive gut. إذا هاي تجي تسطح الخلايا الموجودة بالقطب الخضري، تسطح وبعدين تنبعج إلى داخل التركيب. هاي أول خطوة. تقترب خلايا القطب الخضري هاي كبيرة الحجم باتجاه خلايا تجي تتسق عليها، تريد تروح باتجاهها، تنبعج تروح باتجاه الخلية الصغيرة الحجم. راح يختفي الجوف تماما ويتغير شكل الجنين، راح يصبح بدل ما يكون دائري هنا حيصير كوب الشكل. يعني لأن إحنا شو سوينا؟ جبنا هاي بإيدنا حركناها جوفنا وخلينا هاي المنطقة تلتقي، هاي المنطقة المسطحة اللي بيها يعني كرة شلون جبناها، ضغطنا بالونة ضغطنا عليها إلى أن خلينا هاي الجهة المحدبة من هالجهة، بعد ما ضغطنا عليها هاي تقعرت ذيك المحدبة تلتقي ويا هاي المقعرة، فصار الشكل هيشبه الكوب. يمكن تصور تكون المعيدة في الرميح بالون منفوخ واللي يضغط على أحد جهاته حتى تتصق بالجهة الأخرى. يتصل تجويف المعيدة بالخارج عن طريق فتحة واسعة، هي فتحة الثقب الأرومي نسميها بلاستوبور، تشبه فتحة الفم وتكون محاطة بالشفاه التالية. الشفاه ظهريا نسميها دورسال ليبس، تكون خلاياها تكون خلاياها الحبل الظهري النوتوكورت. شفه بطنيه نسميها فنترال ليب، وشفه جانبيه شفتان جانبيتان من هالجهه ومن هالجهه اللي نسميها باللاترال ليبس. يعني كم شفه هنا؟ عندنا اربع شفهات، واحده ظهريه واحده بالظهر واحده بطنيه عكسه، ومن الجهه هاي اليمنى واحده ومن الجهه اليسرى واحده هاي الجانبيه. تبدي المعيده تستطيل بالتقدم بالنمو، تتقارب أطراف شفاها هاي من هالجهة ومن الجهة مع بعضها البعض حتى تصبح الفتحة الأرومية ثقب صغير كأنه هيك دويرة صغيرة، ويحدث أثناء تكون المعيدة دوران محورها، فتتحرك منطقة القطب الخضري من الجهة السفلى حتى تصبح جانبية الموقع. منطقة القطب الحيواني من الجهة العليا للجانب الآخر تروح، وبهذا الدوران يتحدد لأول مرة المحور الأمامي الخلفي أو الطولي للجنين، حيث تمثل جهة الفتحة الأرومية حتكون هي نهاية الخلفية للجنين، الجهة المقابلة لها راح تكون فتحة الفم. تلتصق الفتحة الأرومية تدريجيا تبدي وتتقلص الشفاه اللي هي الأعلى والأسفل وبالجانب باندفاع خلايا الأديم المتوسط وخلايا الحبل الظهري النوتوكوردوسيل مع حافة هذا التركيب الكوبي للجنين يكون شوي متطاول إلى داخل المعيدة. عندها راح ينسد الجوف ويتغير موقع الحبل الظهري المستقبلي والأديم المتوسط، بعد أن كان متقابلين يصبح موقع الأديم المتوسط حيكون على جانبي الحبل الظهري. نشوف هنا بالشكل هاي، هنا هذا النوتوكورد وهنا هذا الميزودير. نشوف هنا حركة الميزودرم راح يبدي يتحرك من هالجهة وهالجهة، وهاي الدويرة هي منطقة هاي الفتحة اللي حجينا عليها البلاستوبور. راح يندفع النوتوكورد على الفتحة بينما ذني حيروح من هاي الجهة وهاي الجهة،
هاي الشكل يمثل تغير موقع الحبل الظهر ها طبعا للاطلاع هذا الشكل، بس المجرد تفهمون العملية. بعد تقلص الفتحة الأرومية يستطيع يبدي الجنين باتجاه خلفي، وتشترك جميع مناطق المستقبلية بالاستطالة، خاصة الأديم الظاهر العصبي والحبل الظهري يكون جوا، وباستطالتها حيزيد تقاربها مع بعضها البعض حتى يصبح الحبل الظهري شريط خلوي يقع بين بالخط الوسط الظهري لجدار المعدة الداخلي، يحيط به من الجانبين الأديم المتوسط. ما تبقى من جدار المعدة يمثل هنا جوه المنطقة اللي تحت اللي يعني جوه موجودة هي الأديم الباطن. تستغرق البويضة المخصبة حوالي 8 ساعات حتى تكون المعدة. بعد تمام مرحلة المعدة يدخل الجنين في مرحلة تكوين الأعضاء. نشوف الشكل هنا، طلع هاي البلاستولة هنا راح يبدي، هاي الخلايا الكبيرة هنا اللي هي بالقطب الخضري راح تبدي تتسطح، راح تندفع للأسفل هنا باتجاه هاي المنطقة المحدبة، ويا ما تتكون هنا تجي خلايا هنا، شوف شلون تجي هنا هاي الخلايا حتى تكون التجويف هنا، كونت التجويف. هاي المنطقة الدورسال ليب وهاي الفنترال ليب، وعلى الجانبين موجودة هنا احنا ماخذين مقطع منها، اكو اثنين بعد منها جهة وجهة، راح يبدون يقتربون مع بعضهم بحد ما يغلقون هاي البلاستوبور، هي راح تكون النهاية الخلفية للجنين فتحة المخرج. هاي هنا ماخذين مقطع عرضي منها هنا، هاي الشكل المطلوب منه هو بعد ما تتكون الجاسترولا، يعني هو جي اكتمال المعدة، هذا كلش مهم، بس الجي اكتمال المعدة هو هذا المهم، يكون اسم المعدة فرميح رسموا لي هذا الشكل اللي هو جي. هاي بالنسبة ما يتعلق بتكوين المعدة.